يعني سلمى عطول عم نضوي بمحطاتنا الصباحية على أهمية الأعمال التطوعية والخيرية، يعني جهود كتير كبيرة وعظيمة لكل المؤسسات والجمعيات الخيرية يلي عم تساعد، ويوم عن يوم الشباب السوري عم يجسد دور كتير مهم بهي الكارثة رغم كل الظروف. مؤخرا سلمى كتر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي إنه المساعدات ما عم توصل بشكل كامل للمستحقين، يمكن هذا الشيء دفع كتير من الجمعيات لحتى تعمل بشكل مباشر لتوصيل هي المساعدات بالإيد. صحيح هايدي، بدنا نذكر أنه طبعاً برغم كل شيء عم بنمر في دائماً في ضعاف نفوس، هذا شيء مفروغ الأمر منه، بكل حرب بكل كارثة بكل فاجعة بيكتر الفوضى. صحيح. ما بدنا هذا الصوت يعلى على صوت الهبة الحقيقية اللي قام فيها الشارع السوري بمختلف أطيافه من اللحظات الأولى للفاجعة. فورا شفنا كل الجمعيات حولت صفحاتها، شو ما كانت نشاطاتها حولت صفحاتها لحتى تخدم وتساعد وتساند أهلينا بالمحافظات المنكوبة قدر المستطاع. طبعا بغض النظر عن بعض الأشخاص اللي دائما بيحاولوا يستثمروا بهي المشاكل ويشوشوا على العمل الجدي والفعلي سواء كان من المجتمع المحلي أو حتى من القطاعات الحكومية اللي كانت عم تعمل قصارى جهدها. طبعا كتير من الجمعيات حاولت تتواصل مع الأشخاص، حاولت أنه هي تعمل دور إلى منظم من خلال آلية منظمة لحتى تساعد الجهات الإغاثية الرسمية اللي كانت عم تشتغل على الأرض. طبعا سواء كان هذا الشيء فيه مشقة أو تعب ما هيك كانوا عم يتواصلوا. مبادرة اليوم رح نحكي أكثر عن سماعة حكيم يلي هي مبادرة طبية بنعرف حالات الهلع حالات الخوف بعض الإصابات الخفيفة اللي ناس ما كانت لسه عم تعرف كيف بدها تتصرف مع هذا الموضوع. كل هالتفاصيل رح نعرف أكثر عنها وعن كيفية استخدامها معنا الدكتورة سندس نصر جمال الدين، هي منسقة ضمن تطبيق كفو، والدكتور هاشم تحسيب علي المدير التنفيذي في التطبيق ومنسق فريق دمشق في مؤسسة سماعة حكيم. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية بداية. يعطيكم العافية. بالبداية خلينا نبلش معك دكتور هاشم، يعني قبل ما نحكي عن هذا التطبيق وكيف ممكن نستخدمه خلينا بالبداية أكثر نعرف عن صفحة سماعة الحكيم المعنية بالمواضيع الطبية والصحية المهمة، وأكيد يعني بإشراف كادر وأطباء مميزين. تفضل. بالبداية نحن نتمنى الرحمة للشهداء ضحايا الزلزال، نتمنى الشفاء العاجل لأهاليهم والضحايا المتضررين جراء الزلزال. نحن كمؤسسة سماعة حكيم موجودين من 2017 على الأرض الواقع، كنا نشتغل كصفحة طبية توعوية ونضوي على أنه نحن موجودين بسوريا، لسه الطب مكمل وطلاب الطب شو دراستهم شو المقيمين ضمن المشافي شو عم يعملوا. انشأنا السنة الماضية تطبيق سماعة حكيم، تلقينا فيه 50,000 استشارة، استشارات هي أونلاين، يعني المريض بيتواصل مع طبيب جاهز، وفي عنا 280 طبيب من كافة الاختصاصات عم يتابعوا على التطبيق ويردوا على الاستشارات الطبية. هلا هديك السنة بـ 2022 فزنا بجائزة التحول الرقمي برواد الأعمال من خلال اتحاد وطني طلبة سوريا، هو تطبيق كفو هو اللي فاز بالجائزة، وكنا عم نشتغل عليه نطوره شوي شوي. هلا لما لاحظنا كارثة الزلزال صارت شفنا انه نحن لازم نفيق من الصدمة ونكون جاهزين لحتى على الأرض الواقع نقدر نساعد ونحط بصمتنا، يعني نكون متواجدين تطبيقنا يساعد خدمة وطنية وإنسانية لهالشعب. فاشتغلنا بأسبوع كامل على مدار 24 ساعة فريق المبرمجين فريق الأطباء وفريقنا المتطوعين اللي انبعت على حلب لحتى يشوف الحالات يوثقها ويبعث لنا اياها، وخلال اسبوع صار التطبيق جاهز ونشرناه، صرنا 3 ايام ناشرين التطبيق والحمد لله عم نبلش نساعد شوي شوي. يعني هذا الشيء كثير مهم واجا مثل ما بيقولوا بوقته، مثل ما كنا عم نحكي هايدي بالبدايه انه في كثير جمعيات ومؤسسات ومبادرات حاولت كل حدا يساعد بالطريقة اللي هو بيشوف فيها منيح. لهيك بدي أسألك دكتورة، اليوم أنتو تطبيق طبي بيخطر على بال الأشخاص، أنا مثلا كيف بدي أقدر أتواصل مع طبيب بهذا الوقت؟ يا ترى ممكن يكون عندي إنترنت لحتى أستخدم الموبايل أو شو؟ فأنتو كيف كانت خطة العمل أنه أنتو تدخلوا ضمن إغاثة أهالينا بالمحافظات المنكوبة؟ أول شيء نحن كمان منقول الله يرحم شهدائنا يلي توفوا بالزلزال، ونتمنى الشفاء للجرحى وأهاليهم المتضررين. هلأ مثل ما حكى تفضل الدكتور أنه نحن في عنا فريق على أرض الواقع، يعني نحن ما جمعنا هي المعلومات بسهولة أبدا. فريقنا موجود بحلب، موجود باللاذقية، موجود بحما، موجود بطرطوس، هدول فرقنا الموجودين بمحافظات الأربعة هلين عم يجمعوا المعلومات هاي. بالإضافة كمان لأنه نحن ساعدتنا وسائل التواصل الاجتماعي أنه نحن ننشر أرقام حتى
الناس تقدر معنا. تماما تقدر تتواصل معنا. فاللي عم يقدر نحن عم يعني نسميه تحت مسمى مرافق المريض. فمرافق المصاب او المريض هن عم يتواصلوا معنا، عم يعطونا المعلومات الكامله عن الحاله عندهم بالاضافه للتقارير الطبيه المفصله، وباي باي مشفى موجوده الحاله، ان كان بحلب بمشفى الجامعه او بمشفى الرازي، فهي التقارير المفصله كلها عم ترفق مع الحالات وعم تتنزل على تطبيق كفو. اللي ساعدنا هو تماما فعلا يعني انه ما بتخطر على البال انه يكون الناس ما عندها نت وكذا، ولكن دائما يعني يوجد حل مثل ما بيقولوا. فالمرافق المريض هو اللي عم يتواصل معنا وهو اللي عم يعطينا المعلومات كامله عن الحاله. تمام. طيب دكتور هاشم، يعني قبل ما تطلقوا هذا التطبيق اليوم، كيف كانت جهوزيه فريق سماعه الحكيم، اليه العمل من بدايه الكارثه لهلا؟ نحن بال 24 ساعة الأولى رسلنا أطبائنا للمحافظات للمشافي لحتى نقدر نساعد هالحالات المتواجدة الأكثر ضرراً. من ناحية العمليات الجراحية، مؤسسة العرير مشكورة، هي تكفلت بكامل العمليات الجراحية لمتضرري زلزال. نحن شفنا دورنا أنه نشوف مثلاً الأطفال الأيتام أو العوائل اللي فقدت أحد أفرادها، نحن نقدر نساعدهم بشكل إسعافي. فريقنا على أرض الواقع بس شاف الحالة بشكل مباشر، قدم لهم دعم من خلال المتبرعين للتطبيق، قدم لهم دعم بشكل مباشر، قدم لهم السلة الغذائية إذا هن محتاجين، والحالات تبعيتهم إنه مثلاً هن بحاجة معاش شهري لمدة 3 أشهر لسه، فهي المعلومات كلها ترافقت مع الوثائق وانبعثت لعنا على الشام، ونحن هون بالشام عم نوثق كل شيء وننزل الحالة على التطبيق. طبعا بيتم في تشبيك بينكم وبين الجمعيات الاخرى، طبعا ايضا وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، الامانه السوريه للتنميه، لانه بنعرف انه كل الجمعيات الان عم تعمل كخليه عمل بمحاوله انه كل حدا بيكون عنده معلومات يشابكها ويوصلها لحتى نوصل لداتا رئيسيه لحتى يسهل العمل فيما بعد. ما نقول مثلا هالمنطقه ما وصلها، او في منطقه وصلها مرتين، منطقه ما وصلها غير مره واحده، او ما حدا وصلها. فكرتوا بهذا الشيء من خلال طبعا جمع البيانات اللي عم بتتم عنكم؟ هلا نحن تطبيق كفو هو حاليا عم يكون، نحن عم نكون لحالنا، بس طبعا اكيد في تنسيق مع وزاره الشؤون الاجتماعيه، ولكن لسه ما صار في تنسيق مع جمعيات ثانيه. يعني حاليا نحن عم نشتغل خطوه خطوه، بس للايام الجايه ان شاء الله اذا كان في هيك خطوه اكيد رح نعلن عنها. تمام. دكتور خبرنا اكثر عن اقسام التطبيق اليوم، تطبيق كفو موجود في اسماء الحالات ولا بس ممكن نعرض للحاله؟ كيف ممكن نقدر نتعامل معه؟ انا بالبدايه بحب انه نحن ننوه انه نحن نستقبل كافه الجمعيات، اي جمعيه حابه تكشف الحالات اللي عندها، نحن تطبيقنا جاهز لحتى يساعدهم، بحيث هي التبرع اللي اجاهم للجمعيه يروح للحالات الموجوده باسم هي الجمعيه بشكل مباشر. نحن متاحين ونحن موجودين لحتى نساعد بهالشيء، لانه التطبيق بالنهايه هو خدمه وطنيه وخدمه مجانيه لكل الشعب السوري، نحن حاطينه موجود سله وصل بين المتبرع والحاله المحتاجه. بخصوص التطبيق انا راح اشرح لك 3 نقاط، وجهه نظر انا متبرع او حاله مستفيده او ادمن بالتطبيق. كحاله انه انا متبرع بالتطبيق، انا بنزل التطبيق اول شيء، نزل التطبيق بيجيني كود عليه، بدخل على التطبيق الحاله بتبين قدامي اللي انا كادمن تطبيق منزلها. ادمن التطبيق بتجي الحالات من فريق نانا على ارض الواقع، بتجي الحالات مع وثائقها مع ارقام مع اسماء التواصل. نحن الصور اللي بننزلها للاشخاص الحالات المتضرره عم ناخذ موافقه عليها، لانه نحن بنعتذر كمان، بنعتذر انه نحن عم ننشر صوره الحاله، بس لخصوصيه الوضع ولتوثيق الوضع نحن عم نحط الصوره، بالاضافه الى الصوره في معلومات سريه مثل رقم التواصل، الاسم الثلاثي للشخص المتضرر، هدول ما بيبينوا على التطبيق، بس الشخص يتبرع ضمن التطبيق في لائحه المعلومات السريه هي بتتفعل بعد التبرع، وهو بامكانه يتواصل مع الحاله ويتاكد انه التبرع وصلها. تمام. ونحن فكره التطبيق يعني الاساسيه، الخط العام للتطبيق هو الموثوقيه والشفافيه، يعني الشخص من الايد للايد، من جيبته لجيبته، بيتبرع بمبلغ وسيط، يعني وسيط اللي هو بيتبرع بالمبلغ، المبلغ بينحط بمحفظه التطبيق تبعيته، هو بيشوف الحاله بيشوفها مستحقه مع كامل تقاريرها وتوثيقاتها، بيتبرع لها المبلغ بشكل مباشر، بيتحول بعد ما تنغلق الحاله للشخص المستفيد. هذا شيء كثير مهم، ونحن يعني دائما بنكون عنا حالة هيك من الفرح والفخر بأنه كل حدا من شبابنا عم بيحاول يطور ويعمل شيء بظل الوجع، بس عم بيفكر بتفاصيل صغيرة لحتى تضمن حقوق الناس وحتى تضمن حقوق المتبرعين. اليوم بعد ما أنا أتواصل مع هي الحالة الطبية، هل في فكرة أخرى أيضا عم تفكروا فيها؟ مثلا صرنا عم نشوف في أطباء عم بيروحوا لهنيك، أنتوا قلتوا في فريق كان موجود على أرض الواقع، هل في فكرة يكون في لكم
يعني مثل خلينا نقول خلية عمل دائمة موجودة بهي المناطق اللي صارت منكوبة، لحتى كمان يسهل ممكن أنتم تساعدوا الفرق الطبية الموجودة، يكون في لكم مساعدة أكثر على أرض الواقع، خصوصا عندكم أطباء من مختلف الاختصاصات يعني. طبعا هو يعني دائما الفريق رح يكون موجود، طالما هي يعني هو الضرر ما رح يستمر إنه بس أسبوع وأسبوعين، فنحن صحيح. دائما مضطرين نكون على أرض الواقع طبعا. فريقنا دائما رح يتابع مع الحالات. هلا مثل ما حكى الدكتور إنه نحن في عنا حالات ممكن يعني ممكن نشوف إنه هي لسه محتاجة، لسه هي الحالة مثلا نفرض شخص عمل عملية وعمليتين، تأمن هدول يعني تأمن جمعة التبرعات على تطبيق كفو، بس إنه لسه هو محتاج عملية ثالثة، فنحن في هيك شيء، فهذا الشيء بيستدعي إنه نحن نرسل فريقنا مرة ثانية لهي الحالة لحتى يرجعوا يوثقوا ويرجعوا يساعدوا ويجيبوا لنا معلومات، أو حتى ممكن إنه يقدموا خدمة طبية، فهذا الشيء أكيد موجود. تطبيق كفو يعني هو خلينا نقول رح يكون إن شاء الله على تحديث مستمر، ويعني حتى نحن هلا حاليا عم تجينا الاتصالات من المتبرعين، يعني في اشخاص هن كثير حابين الفكره انه هي من الايد للايد، فهي عم تطلع من ايد المتبرع دغري عم تطلع لايد المستفيد، هذا هو شعارنا كان بتطبيق كفو. في كثير اشخاص يعني هلا انا وقت عم اتواصل معهم كثير عم يحبوا هي الفكره انه نحن يعني عم تكونوا انتم محط ثقه لحتى نحن نضمن انه يوصل تبرعنا لايد المتضرر، لانه هدول الناس عن جد هن بحاجه، فنحن هذا الشيء كنا عم ندور عليه فشفناه بتطبيق كفو. وعم يأمن تطبيق كفو ايضا انه سهوله اليات التبرع عم تكون سهله للمتبرعين يلي عم يتواصلوا معنا على التطبيق. مثل ما حكى الدكتور هاشم نحن في عنا كذا اليه للتبرع عم تكون يعني عم نحاول نوضحها لاغلب الناس يلي عم يتواصلوا معنا على التطبيق او عم يقدموا طلب التبرع. هلا نحن دائما عم نحافظ كمان على خصوصيه المتضررين، فلهيك دائما عم يكون في معلومات سريه، هي المعلومات السريه ما بتنكشف الا اذا الشخص شحن محفظته بتطبيق كفو وبعدها بلش يتبرع، فبيطلع هيك مثل زر صغير من تحت انه المعلومات السريه، هون هي المعلومات بتطلع عنده للشخص المتبرع، بصير هو بيقدر بيتواصل مع الحاله بيتاكد انه هو وصله تبرعه وصله للمتضرر، يعني حتى نحن صراحه وقت عم نحكي هيك مع المتصلين هن عم يقولوا لا نحن بكفينا انه يعني نحن بكفينا شعاركم والشيء اللي اطلقتوه انت هو شيء كثير كبير بالنسبه لتطبيق كفو. تمام، خبرنا اكثر، في شركات طبيه اليوم عم تدعم مشروعكم، يعني سمعنا عن دور شركه الترياق الدوائيه، احكي لنا اكثر عن دور. لا نحن ببدايه برمجه التطبيق قلنا انه رح نكون لحالنا، لانه اذا اجانا دعم رح يكون يمكن مشروط، فنحن انه رح نكون لحالنا كمؤسسه جامعه حكيم رح نحاول نبرمج التطبيق ونكمل معه. شركه الترياق الطبيه الدوائيه ممثله من الدكتور عمار قزويني تبرع لنا بالمبلغ اللازم لحتى البرمجه الاوليه للتطبيق تتم، والحمد لله نحن البرمجه الاوليه تمت، وبنشكر شركه الترياق الطبيه الدوائيه لانه اعطتنا تبرع بشكل غير مشروط انه بس نبرمج التطبيق ونبلش فيه. وحاليا نحن عم نتلقى اقتراحات جديده لحتى نحدث التطبيق، وان شاء الله بالايام الجايه ممكن ينزل نسخه للايفون وننزل كمان نسخه جديده تحديثات حسب الاقتراحات اللي اجتنا من المتبرعين ومن المؤسسات اللي سارت. هو لسه مو موجود على الايفون، هو خلال ايام ان شاء الله نحن موعودين انه من خلال ايام راح ينزل تطبيق على الاي او اس. يعني هو شيء كثير مهم هايدي طبعا صحيح. اللي عم بيصير، ونحن بنتمنى انه هذا يعني سماعه حكيم هي موجوده من فتره، ولكن هلا بعد طبعا هي الفاجعه اخذتوا منحة اضافي الى عملكم صحيح. لكن نحن بنتمنى، نحن عم نشوف كثير احيانا جهود فرديه عم بتتم لبعض الحالات الخاصه بينشروا على مواقع التواصل الاجتماعي من اجل عمليات، بنتمنى هذا الشيء تاخذوه بعين الاعتبار لبعد، يعني ما يكون فقط بس للمتضررين. نحن هلا احيانا بيكون في كثير حالات صعبه بتمر، وبتعرفوا الوضع الاقتصادي الصعب اللي يعني مر في بلدنا، نحن لسه ما صرنا ضمن حصار رغم كل ما يقال بانه لسه العقوبات ما رفعت، فبالتالي هذا الشيء في لسه وجع وفي ألام وفي صعوبة بتأمين العلاج لكثير من المرضى، بنتمنى هذا الشيء يتم ضمن تطويركم للتطبيق. هي الفكرة أنه التطبيق بالأصل نحن من قبل سنة عم نشتغل عليه، فهو التطبيق ما كان مو مجهزينه مشان متضرري الزلازل، يعني التطبيق كان بشكل عام مجهزينه مشان مساعدة الناس كل الحالات اللي محتاجة، طلاب مثلا طلاب مو قدرتهم يكملوا جامعة، اقساط موازي، اقساط جمعيات، اقساط جامعات، فنحن كنا مجهزين التطبيق لهالشيء يخدم بكافة الحالات المحتاجة. لما شفنا انه الكارثة صارت
كنا لازم خلال يعني خلال ساعات نجهز التطبيق. طبعاً برمجوا لهذا الشيء. فبرمجنا التطبيق خلال ساعات الحمد لله كان جاهز ونزلنا. فالتطبيق هو تطبيق كفو مو بس لمنظر زلازل بس الحالات المتواجدة هلأ ذو الأهمية والمستحق أكثر. نحن عم نصب كل اهتمامنا إنه بس نخلص هي الصدمة نخلص من هي الأزمة. صحيح. ما خلصنا من كتير أزمات وإن شاء الله راح نخلص منها. أكيد يعني ننتقل عند حضرتك دكتورة سندوس. يعني خلال حديثكم كنتوا عم تحكوا عن مشاركتكم بالتحول الرقمي لطلبة سوريا. يعني فزتوا بالمرتبة الثالثة. حكي لنا شو أضافتكم هي المسابقة على الصعيد الشخصي والعملي. هلا نحن يعني اكيد اي شيء نحن بنشتغل عليه فهو بيضيف لنا كثير شغلات لشخصياتنا. صراحه هو مؤسسه سماعي حكيم يعني كانت هي بلشنا نحن من الفيس مواقع التواصل الاجتماعي ننشر حالات ننشر خلينا نقول عمليات كان يتم اجراءها مثل ما حكى الدكتور انه نحن ضوينا على التعب اللي عم يتعبوه دكاترتنا اليوم واطبائنا اليوم مقيمينا اللي هن الموجودين بالمشافي هن يعني عم يكونوا انه الحق الاقل عم يوصل لهم. فنحن عم نضوي انه لا نحن موجودين نحن دكاترتنا عم يشتغلوا عمليات كثير كثير كبيره وكثير قويه. فاكيد هذا الشيء بيرجع لنا يعني بحفزنا لانه نحن نكمل بطريقنا ونكمل بمؤسسه سماعه حكيم بكذا مجال. بالاضافه كمان لانه تطبيق كفو كان يعني هو النقل النوعيه خلينا نقول ب ب ب يعني بحياتنا او شخصياتنا. حتى هذا الشيء يعني تحسي انك انت عم تقدمي شيء تقدمي للاشخاص يعني حتى لو نحن مثلا يعني هلا حاليا موجودين بمكان محدد فلا نحن عم نعمل شيء لهدول الناس يلي هن صراحه كثير اثروا فينا. ويعني اي حدا كان عم يشوف الكوارث اللي صارت على ارض الواقع يعني كان بيتمنى انه يقدم لو بلفته بسيطه. اكيد وما قصرتوا كل السوريين ما قصروا. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيكم يا رب. بس الاتحاد الوطني لطلبه سوريا مشكور هو من خلال بادره التحول الرقمي ساعدنا نتعلم قبل كل شيء. نحن نتعلم بغض النظر عن النتيجه نحن تعلمنا كيف التطبيق رح يتبرمج كيف التطبيق رح يكون بشكله النهائي وساعدونا ننجز الخطوات بشكل اسرع. فهن مشكورين لانه هن كانوا الخطوة الأولى في سبيل تطبيق كفو. أن الاتحاد الوطني ساعدونا مشكورين جدا. تمام دكتور هاشم تحسيب علي مدير تنفيذي بالتطبيق شكرا كثير لك لحضرتك والدكتورة سندوس نصر جمال منسقة بتطبيق كفو شكرا لكم يعطيكم العافية. شكرا لكم يعطيكم العافية. يعطيكم العافية وأنتم كفو وأكيد رح تضلوا يعطيكم العافية مثل ما كل السوريين كانوا كفو بهذا الوقت. شكرا لكم.